الله يكرمك. عبير سألتك سؤال عايزك تجاوبه. اتفضل. عايز اعرف بتعمل السليش ازاي وبتغذي المواشي عليه ولا بتجيب لهم اكل من بره؟ لا بنجيبه الاول نقطعه بالمنجره. أيوة. وبعدين نجيبه يجيب الجرار يدرسه الذره. ايوه الذره نقطعه الذره بالمنجره. أيوة. وبعدين نجيبه ايه نجيبه الفراك تنها عامله تقطعه تفرمه يعني يعني سلاك. بس بنخليه بجزانه. ليه؟ عشان يبقى ايه يبقى الذره في غموسه. جميل. يعني ما بيبقاش ايه، انما لو كده هيعفن لو ما فيهوش ذره وجينا نتاك عليه باللودر هيعفي. ايوه عشان يخش هوا بقى. ايوه. فالمهم نجوا ايه، استنى عليا معلش يا عم عباده. اتفضل. هو انا لو شلت الكيزان العود نفسه هيعفن ليه؟ العود نفسه؟ لا ما ينفعش. مش العود يا عبيه، هو مش العود اللي بيعفن. السلاج ما ينفعش بينفوزه. اما بالذره. استنى بس يا عم عباده، ازاي ما ينفعش؟ ده هينفع وهقول لك. العود مش اللي بيعفن، ده العود بيتقطع حتت صغيره جدا. امال ايه اللي بيعفن؟ اللي بيعفن لا ساعه ما بيخش الهواء، يخش الهواء على طبقه السلاج المحمره دي لازم نغطيها كويس، لازم نعزلها عن الهواء. ايه دخل كوز الذره في انه يعفن او ما يعفنش؟ مش كوز الذره اللي هيعفن برضه. اصل هو بيقول لي لازم بكوز عشان ما يعفنش. ده لازم بكوز عشان يرفع القيمه الغذائيه. الله يكرمك. ايوه برفع القيمه الغذائيه عشان اغذي المواشي. طب انا مش ممكن اخد الذره ده وابقى استفدت على كل الناحيه؟ خدت الذره عملت منه دقيق وطحنته او بعته واتشوى ماشي، وخدت العيدان نفسها والقلاويح وعملتها لل ماشي، بنضيف له ماده بقى قبلك. بنضيف له. انت كده ما بتضيفش؟ لا بنضيفه. بتضيف ايه؟ بتاع الماده اللي هي الملاس. الملاس اللي بنعمل ده وبنجيبوه ونغطوه كويس غطا كويس وبيبقى مظبوط. شم ريحته اصلا عامله زي ريحه القصب. ايوه زي عسوله القصب. هو مش ريحه القصب، هو انت لو شمتي برطمان المخلل اللي في البيت هتشم ريحه الايه السلاج دي؟ مش سيئه، هي ريحته كويسه. هو المخلل مش سيء، هو بيبقى ريحته جميله. على عسل اسود شويه، على قصب. ايوه العسل الاسود ده اللي هو. بس برضه والله عليه برضه السلاج لازم يكون فيه ذره. افيد من البهايم لا مؤاخذه يعني. ما انا هقول لك يا عم عباده دلوقتي بعد اذن عبير. اتفضل يا باشا. ان الكومه بتاعت السلاج دي بتاعت السلاج بتتعمل بطريقتين. ايوه. الطريقه الاولانيه ان انا بقطع الكيزان. أيوة. الكيزان كلها. أيوة. واعملها حله وانشفها بره الغيط. ماشي. ويفضل العود اخضر. ايوه. اشيل العود بالمنجره زي ما انت قلت. ايوه صح. واحطها في المفركه تفركه. واجيبها احطها في مكان واطي وادوس عليها باللودر او بالجرار تقوم تطرد الهواء اللي موجود فيه. طبعا. لما تطرده بقت كومه محترمه جدا. لكن نسبة البروتين بتاعها ضعيفة 3%. 3%. ال 3% دي عشان ازودها يا عبير ل 8% يبقى لازم اعمل كومة السلاج بكوز الذرة. الله يعني الله يكرمك. صح. الذرة كامل بفرومه بالذرة بالعود. يا استاذ انور. نعم. البهايم عند المواشي بتعزوله. انت اصلك بهايمك خواجات. لازم ياكلوا بالحاجات دي كلها. ماشي. انما الكوز دي مهم جدا. طبعا. انت تعرف في حاجه مهمه جدا. بس يعني البهايم بتحسوله يعني بتنقي حاجه. ايوه. ما يكون يعني بعد اذن ستك يعني افترض الواحد مثلا بياكل اللي قدامه معاه رغيف عيش. اما ياكله حاف ولا يغمس بيه؟ يغمس بيه. يغمس بيه في فايده. هو لا مؤاخذه المواشي يعني ناقص عليها تتكلم. احنا برضو لازم نديله. ما تاكلش وتغمس، ده كده المواشي بتسيب العيش خالص وبتاكل الغاموس. اي ماشي. ما بتعزل برضو يا ابو عبير. يعني احنا بنقول الفايده الكوز الذره بيبقى منه غموس للبتاع وسلاك. وعشان كده انا بقول لك لما بعمله من غير كوز الذره بحط له مواد. المواد دي طبعا. ايه المواد اللي بحطها يا عبير؟ شويه اليوريا ده عباره عن بروتين. ايوه. بحطها طبق يعني عليها ارش عليهم. اليوريا اصلها اخف حاجه خفيفه شويه الحاجه دي. وبعدين لما بتتقلب مع السلاج او الحاجه اللي انا الانفعال بتاعها سريع شويه. اليوريا يعني حاميه شويه يعني بتديله او بترفع قيمته الغذائيه. طبعا. زائد ماده عسليه اسمها ايه؟ الملاس دي مهم قوي. ليه؟ لان بيزود نسبه الايه الكربوهيدرات الموجوده في قلب الـ السلاج المعمول دي. طبعا. يبقى انت
خدت الذره واستفدت بيه ايوه ورفعت قيمه العود اللي مزعزع ده. ايوه زمان ده اللي استعمله الناس بتستعمل كل حاجه. سامي هي بتستعمل كل حاجه. انتوا زمان يا حبيبي ايوه كنتوا بتعملوا الحاجات دي؟ لا عايز ارجع بس لزمان. ايوه مش بنقول من فات قديم وتاه. في دلوقتي فلاحين يقول لك ايه حتى المواشي قعدوا بيحطوا على اكلها سماد. ما هي اليوريا دي مش سماد؟ سماد ايوه بس هي لما بندوبها في الميه بتبقى يعني ما تبقاش اليوريا يعني زي بروتين مش يعني زي البروتين بتبقى حاجه يعني ايه. انا مش بتكلم عن نفسي انا انا عارفه فوائدها. انا بتكلم على المشاهدين دلوقتي اللي بيتفرجوا عليا. ايوه انا لما باجي دلوقتي بحط على الارض سماد، بحط على اكل المواشي سماد، بحط في كل حاجه سماد. ده احسن. انت كمربي وعندك بقره عندك جاموس، ما كنت بتاكلها زمان طبيعي بتاكلها برسيم بس او ذره؟ ايوه صح. حاجات من صح وراش ما كانش فيه سلاح. ما كانش فيه. ايوه كانت احسن ولا دلوقتي احسن؟ لا ده كانت احسن لو لان كان فيه كوز. ده كويس انت فتحت موضوع كويس قوي. أيوة. دلوقتي لان كان الاول فيه كوز. ايوه بيجيبوا لنا كوز على على, على 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 عدد المؤاخذة البهي اللي المواشي ويجيبوا لنا الكوز ده مثلا بندق كان فيه فايده زي 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 سلاح. ما فيش كوز دلوقتي؟ لا ما فيش كوز. ما فيش كل خالص. أيوة. لا ما هو لا ما فيش بنعمل بورق وحطب بينضاف عليه اضافات مش زي زمان. كان الكوز بالاول بيجي بالالواح وشكاير. انت عارف الكوز بتاع على عبارة عدد عن البهي. عارف الكوز بتاع عباره عن ايه؟ البذره بتاعه القط لما بيعصرها الله يرضى عليك بيعصرها في المعاصي اللي بينزل بيعصرها في المعاصي. ايوه بتنزل الكوزب دي بيكبسوه. أيوة. ويعملوه الواح. صح الواح الكوزب دي ساعة ما تتقطع زي العجوة المنسولة. زي العجوة يا سلام. أيوة. يا سلام يا بتاع العجوة المنسولة. أيوة. الكوز كان زي العجوة زي لوح العجوة المنسولة. ايوه ستك زمان كانت بتاكلك عجوة منسولة. ايوه طبعا والسمنة البلدي وهي بتغبس. أيوة. تعمل لك الحنون. ايوه والفطيرة وشوية العجوة. ايوه طبعا وحتة القشطة الواحدة مما كان جاي داخل من الغيط. أيوة. كان بيشم ريحة اللحمة. الله بيشم ريحة الشوربة بس. اللحمة دي كانت بتتعمل كم مرة؟ فين؟ في زمان. كان زمان؟ كان زمان كل خميس. كل خميس. كل المهم يرجع مرجعنا. أي. في موضوع السلاج اللي انت عامله. اتفضل. ايوه. الذره ثلاث مراحل. ايوه. قلنا بدون كوز. ايوه. وبالكوز. ايوه. والذره الناشف. ايوه. طب الذره الناشف أأكل عليه ازاي؟ كانت عليه ازاي؟ البهاي. ما باكلوش بهاي. ايوه ما بتشوش بهاي. اكل ازاي؟ بيجيبوا عليها بتاع فلسوي. استنى فلسوي. أيوة. ايه؟ أيوة. الاول كان المنجل او الشرشره بيخبطوها في الحيطه كده. أيوة. ويجيبوا الايه؟ عود الذره يا عبيب ويقطعوه. ما هو ما فيش مفرمه ما فرموش. أيوة. يقطعوه يكسروه بالشجرف كده. بالشجرف. بالشجرف. لما يقطعوه يكسروه ويضموا البرسيم اول حشه برسيم يخلطوها مع الذره حطب الذره الناشف. أي. وياكلوها للبهايم بتبقى جميله جدا. اي صح. يبقى فيها ماده غضه وطريه اللي هو البرسيم. ماده ناشفه اللي هو ايه؟ الذره الناشفه. وكمان برضه يا استاذ لو مش عايزين ياكلوا البرسيم ما فيش برسيم لسه اجيب الذره دي واطحنه افرمه. أي. يبقى عامل زي الايه؟ زي ال يعني دشيش. مش الدشيش. البتاع بتاع القمح اللي هو ايه؟ التب. التب بتاع التب. زي تبني القمح بالظبط. عايز ارفع قيمته الغذائيه ما هوناش. اضيف له برضه شويه ملاس يقوم يرفع القيمه الغذائيه الناشف. يبقى بدل انا ما حرقت الذره وسبب لي حرايق في البلد يبقى بستغل. احرقوا ليه؟ ما انا استغل. ما هم زمان انت مش كنت يا عم مش كنت بتحطوه على السطوح؟ كانوا والله. ايوه ويحطوه في الفرن. في الفرن بيخبزوا بالعيش. ايوه بيخبزوا بيه. وكنا بنخزنوه برضه. ولما يجي مثلا وكان بيجيب عيل يطلع فوق السطوح ويولع عود كبريت كده. لا 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 كابتن مش شاله. كانت بتشيل في البلاد. لا ده كانت تامة. ايوه ايوه. ولو حمامه طارت وخدت لا بتحرق. والله بعدين عملت كده حصل عندنا حريقه برضه. الحمام لما طارد وحرك الباب بحل البلد بحل حركها بحل من الحيران وبقت الفيران تطلع من ما هو عفش ياما اللي بيوت كانت كلها. ايوه كنا بنرص على البيوت القديمه
قلت لك الارتفاع هيجي 4 متر حطب جوت وبيحطوه ليه؟ عشان برضو اذا نزل الشتاء او البتاع كنا بنعمله البلكونات الاول بتاعت الدور اللي بالناي دي بالحطب. ايوه بالحطب القطن ولا حطب الدره عندن خشب بلكونات بتاع ده عروق خشب وكان في خير والله وحطوها بالايه وكان في خير عن كده بالحطب وكان في بركه وفي كذا وكانت العالم الجماعه كنا بنقعدوا بال 10 15 واحد النهارده ما تلاقيش ابنك النهارده بيبقى يتجوزه وراسم على حته على الشقه عاوز على الشقه عايز اعمل أيوة والله بيه. اي مع اني انا حضرت عشت في بيت عيله ست رجاله انا لما اتجوزت كل راجل في اوضه هو هو الاستقلاليه مش وحشه ان أيوة. كل واحد يبقى لوحده بس فعلا للاسف الريف المصري اتحول لكميه بيستهلكوا كل حاجه ايوه دلوقتي برضو بيعملوا كل حاجه يامي كل حاجه يعني تعيد ان كلام الابلع بير بيعملوا حاجات ياما من غير شيء ايوه يعني مش قادر اتاكل تاكل ايه لا بيعمل لك تكلف يومين وثلاث أيوة. الثلاجه موجوده ايوه عم عباد دلوقتي احنا برضو في كلامنا عن السلاج وعن حطب الذره ايوه احنا يعني عندنا مخلفات ايوه حطب الذره ايوه حطب القطن ايوه حطب بتاع ده قش الرز كل دي مخلفات المخلفات دي انا ممكن استغلها زي ما انت عامل الكومه السماديه صح الكومه السماديه دي عباره عن ايه ده حلوه للارض حلوه بتغذي الارض احسن كده بتاكل الارض هي. وبتاكل وتغير معدنها وايه صح هي. ازاي بقى عبير هي. بنطلع الزرايب بتاعتنا ايوه وفيه انا شايف الحاج حاطط هنا كومة ردشة اهي فيه ردشة اهو بيحط الزريبة ويجيب المفروم بتاع القطن والذرة والرز ويحط طبقة 20 سنتي او اكتر من 20 سنتي وفوق منها خرجة زريبة على شوية ايه ردش ويبللهم بالمية فيه الزراعة عندنا بتديهم ايه بتديهم ماده اسمها الاي ام الاي ام دي ماده بتعمل تحليل للسليولوزات الموجوده في ايه في الذره والرز والقط تقوم تدوبها او تفرمها او تخليها زي التراب يبقى بعد شهرين ثلاثه تبقى تيجي تخبط الفاس كده في قلب الكومه دي تلاقيها تقطع زي الايه زمان يا عم الحاج كان في حاجه اسمها زنك الحلاوي أي صح. تحطه بالسكينه كده يتقطع معاه ايوه صح يبقى انت لما يبقى يعني وصل البصه بصتها كده وصلت العمليه لكده يبقى احنا عاملنا كومه سماديه متحلله وقديمه ما جزرع غله بقى اطلع في ارض الغله اطلع 200 غبيط 100 غبيط ايوه صح وفرتهم في قلب الارض في الارض واحرت عليهم وجهز نفس اللي صح صح أيوه. يبقى الحاجات دي لازم نستفيد منها صح ولازم الناس وتوفر الكيماوي ولازم الناس تعرف دي كويس الناس يا عم انور لازم الناس ترجع لقديمه صح. لازم الناس تستفيد بالجديد لكن باستخدام القديم وباستغلال القديم صح ما عدتش استسهل واجيب كل حاجه جاهز الوقت الناس بتاكل جاهز وهتاكل المواشي جاهز وكل حاجه بقت جاهزه ما هو مش بيجيبوا لها العيش وينشفوها ويقفلوها ما هو جاهز اهو الطابوره يخبزوا من العمال في الحر وفي الشمس وفي الصيف عشان في الاخر عشان ياكلوا البني ادمين ياما مات ناس على الافراح ايوه طبعا ياما مات ناس على الافراح احنا ايام الشتاء كانت بتاخدوا من الضرر انا ايام الشتاء كانت والدتي بتحط بتاع على الفرن في ايام الشتاء وتنام على الفرن يا سلام كانت بتنام يا سلام على النقمه على جبه الفرن